أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون قضاياكم. هذه الحلقة التي خصصناها عن وضع المهمشين أو الأخدام في اليمن، هل هناك تمييز بالفعل؟ لماذا استطاع البعض تجاوز هذا التمييز واستطاع النجاح؟ قبل أن نذهب إلى الفاصل، كنا قد استمعنا إلى مجموعة من هؤلاء في الاستطلاع الذي أجراه الزميل محمود الحميدي. بعض النقاط تستحق التوقف عندها. الحسن جلال، بعضهم طلب سكن خاص، ولما تقول له اجلس اسكن في سكن خاص، مع انه حصلت حدث انهم بنيت لهم بعض المدن السكنيه في تعز وغيرها حتى في صنعاء، يقول لك هذا تمييز انك تسكنني بعيد عن القبائل سكن خاص. ايش المفروض في مثل هذه الحاله؟ اولا اعتقد انه مثلا هو حسن وضع السكن، اذا كان بيحسن وضع سكنه السابق بغض النظر عن المكان اللي بيروح فيه، ما اعتقد انهم في اشكال، ولا اعتقد انهم انفسهم عندهم مشكله في هذا الامر، بقدر ما انه يحظى بسكن يعيش باقل الحقوق. هذه انا اعتقد اني اكبر مشكله يعانوا منها، اما مساله انه ليش انفصلتهم عن المجتمع، ما اعتقدش انه عندهم اشكاليه في هذا الامر. يعني تشوف انه في مشكله؟ أنا أوافق الراي، لانني جايه من تجربه الان محافظه اب، نبحث عن قطعه ارض فقط، والله قلنا في الاجتماع مع السلطه المحليه ياخذون حتى القاعده حتى اين مكان. بكارثه السيل صح؟ نعم، بكارثة طبعا السيل. في صور الان ستعرض على الشاشه. نعم باذن الله تعالى، فانا ما عندهم مشكله. ايش اللي حصل بتعز بهذا اللي ابي باب في محافظه اب؟ ايش اللي حصل بهذا الكارثه؟ نعم، بالتحديد محافظه اب عندنا جبله وسائل جبله، ومعنا شبام، ومعنا السبل، معنا طيب اربع هذه مناطق. الصوره هذه الصوره شوف فين ساكنين، امانتك هذه سكن، شوف فين هجم عليهم السيل لأين. هذا سكن، هذا لائق غير لائق، معرضين حتى للسيل بهذه الطريقه. نعم، انا جبت الكوارث يعني الطبيعيه بعد السيل ما زالوا ساكنين فيه؟ خلاص لا، الان رفعتهم لمنطقه اخرى، جبت خيم 30 خيمه طبعت لحد السلطه المحليه، وهي 120 اسره متضرره. تمام، بطبيعة الحال هذه الصورة بعد هذه بعد كارثة التسوير. بعد كارثة التسوير. نعم. بعد ما انتقلنا من أرض إلى بقعة، من بقعة إلى بقعة، تحت وابل من الرصاص الحي. كم خليني، هذه تستحق التوقف. كم نعم. كم عدد المتضررين تقريبا؟ العدد المتضررين 120، اللي سحبت كل شيء، ما عندهمش خيام، ما عندهم كل حاجة، حتى التغذية اللي وزعنا عليهم في رمضان راح كل شيء. أزمة حقيقية، والأزمة والمأساة الكبرى اللي أنا حضرتها شخصيا، أنهم اتصلوا بي والمرأة على فراش الولاده، تمام، سحبها السيل، وحنا صحنا يعني كل احنا كنساء احنا عارفين بعضنا، وجهها للحجار هكذا، وهي وقت ولاده. ارحم الراحمين ساعدنا وانقذناه وانقذنا الطفل، الحمد لله ما في وفيات ولا شيء. لا الحمد لله، لكن سحب عليهم كل شيء، ما عندهم شيء، فانقذناهم بالقليل من الخيم وبالقليل، لكن الارض ما عندناش فين، كنا نطرحهم حتى في ارض مؤقته للاسعاف على بال ما يشوفوا لهم ارض من الاوقاف، رغم انه عندنا توجيهات سابقه من 2006 2008 لاجل يجيبوا لنا ارض ايجار، وحنا مستعدين نجيبوا ناس يبنيوا لهم على مسؤوليه هاد الناس متبرعين. طيب خليني اسال فيها نعمان، او خليني اسال فيها، احنا بعدنا كثير عن غالب. ايوه، انت مع وجود مدن سكنيه خاصه للمهمشين، والا مع السكن مع الناس؟ لا، مع وجود لا في مدن سكنيه تمام احسن، ولا يجلسوا على السيول معرضين للبرد، معرضين لذي، ما يكون مع الطربال، مع هذي، مع زوجته والده ولا حاجه. بس يعني هذه ما تزيد الفجوه والتمييز؟ لا، ما فيش اي تمييز، اهم شيء يبنون مدن سكنيه يسكنوا فيها تمام، احسن حاجه. نعمان، نقطه ثانيه ذكروها، موضوع انه الدوله هي من تتحمل التمييز، واحد الاخوه ذكر ما يحصل في المحاكم، انك قد تتعرض انت او اهلك لاي مشكله، تروح تدور ما في غريم. ما اظن في مبالغه بهذا الشيء. لا لا لا، هو مش مبالغه، وانا فوق يعني، هي صدفه اليوم، انا جبت معي وثائق تثبت هذا الكلام. يعني بالفعل انه مثلا قضايا الاغتصاب مثلا اللي تعرض لها فيها اخواتنا وبناتنا، طبعا دائما ما يتم التغاضي عن مرتكب الجريمه الفعل الجنائي، ودائما ما تسجن بناتنا. وجرائم القتل ايضا لا يتم القصاص فيها، يعني على مدى التاريخ اليمني، التاريخ اليمني ككل، تاريخ القضاء اليمني، لم يسجل في تاريخ القضاء اليمني حادثه انه تم اعدام قبيلي على خادم او هذا. انا بس يعني هو بالفعل في القضاء، انا قلت لك الان كان معنا قدام فتره في 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 منطقه في رداع
تم قتل اثنين من المهمشين لانهم اختلفوا، قتلهم اثنين من الجنود تابعين للامن المركزي وهم مش كانوا جنود يعني بالشارع قتلوهم. لحد الان نحن القتلة لم يتم القاء القبض عليهم، والان هم يتمشوا في شوارع الاداء وكانهم قتلوا معجزات. هنا ايضا الان هذا في رمضان. هذه قضيه ثلاثه من قضايا المهمشين في يريم. طبعا قتل يعني ثلاثه جنود قتلوا بعض المهمشين، وايضا حكم عليهم بدية بالقانون القديم ل 500 الف، وحتى الان لا تم تسليم الدية ولا تم تسليم العسكر القتلة. طبعا يبقى التوضيح، يبقى التوضيح من حق من اراد ان يوضح فيما تحدثت عن من حقه ان يوضح. نعم، ملاحظة اخرى ايضا بس اضيف، يعني كانت انتم سمعتم مره في كارثه كانت حدثت قتل جماعي في منطقة جبل راس لأكثر من 12 مهمش وطفل على حادث على خلفية اغتصاب طفل أحد الأطفال المهمشين، يعني قتل واغتصاب طفل وقتل، يعني الطفل المهمش الذي تم اغتصابه وقتله لو كان طفلا آخر لقامت الدنيا ولم تقعد، لأنه طفل لم يتجاوز عمره 9 سنوات. اليوم القتلى يشتروا في منطقة جبل راس بدون أن تطال لهم الدولة لأنه المقتول خادم. كثير قضايا الاغتصاب كانت واحدة من قضايا الأشهر، قضايا الاغتصاب اللي أثرناها في السعيد وأثرناها في كثير، إن إحدى المهمشات في تعز تم اغتصابها من قبل أحد النافذ وجنوده، وحتى الآن أيضا لم وقتل أيضا، يعني وقتل وجرح في نفس الوقت، يعني غاص اغتصاب وقتل أخوها وجرح أيضا ثاني، ولم يتم البت فيها في هذه، لم يتم القضاء اليمني. يا أخي إحنا نعاني من حسن. لا حسن ما مداخلة، أنا مداخلة في هذا. انه احنا نعاني بالفعل من التمييز القانوني في هذا البلد. الدوله عندما تكون غائبه عن تحقيق مبدا العداله امام القانون هنا يحدث. وهنا السؤال حسن، هل هو تمييز قانوني ولا ضعف دوله؟ لا مع الكل. لا شوف، مساله التمييز العنصري هو موجود، مثلا لو راح للقسم او المحكمه هذا الامر موجود. مساله انه يقول لي انه عارفين القاتل والدوله ما تحركتهم، هذا حاصل مع ابناء اليمن كامل. انا ادي لك الان مثال، قتلت سامي المعلمي الفنان اللي قتل في رمضان. القتلة معروفين وبيدخلوا ويخرجوا تحت انظار الاجهزه الامنيه ولم تلقي القبض عليهم. كم 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 يعني كم انا يعني اعطيك الان مثال بسيط في رمضان. الان هذا قتلته في رمضان، الانفلات الامني من عمه معه آلي معه سداس، شو يقتل احنا ثقافه تاخذ يد حقك. مش كلهم بس انا اقول لك الانفلات الامني. انت انا اقول لك هو لدي، عفوا يا استاذ، لا بس السلام، لدي اكثر من 78 جريمه قتل في الجمهوريه اليمنيه. انا حصرتها من 90 من 2009 حتى الان لم يسبق ان قبض على واحد منهم. اكثر من 35 جريمه اغتصاب لم يتم القاء القبض. في تعامل، انا في يعني عمل، لكن بقول لك الانفلات الامني، الانفلات الامني حاصل بنعاني كلنا. القضاء اليمني قضاء عنصري، قضاء عنصري. انا عندما اتفق معك انا اقول لك لا وصلت لحظه عشان لا لا نعمان عشان معك. تقول القضاء اليمني قضاء عنصري وصلت الى القضاء. انا مثلا قضيتي انا اختلفت انا احد هؤلاء المهمشين الموجودين الان في سائلة الرماح، نقلناهم كانوا لانه كان المنطقه كان اغتصبوا الارض، مدري من دفع بهم لسائلة الرماح، اغتصبوا الارض، تدخلت السلطه المحليه، طلقوا عليهم رصاص، حضرنا حاولنا نحل الموضوع، عوضناهم بمبالغ بسيطه مقابل وعد من السلطه المحليه في امانه العاصمه ان تعطيهم سكن. وقفت الدوله. تخيل عندما راح اشتكي باحد المهمشين ايش اللي حدث؟ انا حكم عليه بسنه سجن، قاضي يحكم لانه المتهم خادم بينكم لانه المتهم خادم ولا يعني لو كان رئيس اتحاد عمال اليمن مثلا دخل في الموضوع ولا رئيس اتحاد من كان القاضي يدخل في هذا الموضوع كان يصدر فيه بالحكم. لا هذه قضيه انا معي قضيه، انا معي قضيه يا نعمان. انت الان ما قدرت تقول انه القضاء عنصري او القضاء منحاز، لا باي حق تقول هذا الكلام؟ بينكم وثائق عندي ما وصلت، هذه ما وصلت وثائق عندي. انا اقول لك هذا حكم قضائي، حكم قضائي لتنفيذ القضاء. السلطات الأمنية ما عملت حاجة. أيوة السلطات الأمنية إذا مش القضاء. طيب إذا مش القضاء. تشي تعرف إنه. لحظة لا خلي يا سلطان يا نعمان عشان واحدة في حكم قضائي دليل إنه القضاء أوكي تمام، لم تستطع الإجهزة الأمنية دليل إنه هناك ضعف. هذا مش لم تستطع القاتل قدامه. السلطة الأمنية في محافظة الحديدة راحت دفنت 18 جثة 12 جثة والقتلة قدامه. النائب العام النائب استئناف محافظة إب يعني محافظة الحديدة قدامه، تدري إيش العذر؟ طيب يعني خلي الله طيب لحظه يا خليني اسال غالب انت الان موظف في مجلس النواب ولك فتره في مجلس النواب واولادك يدرسوا ولا ما يدرسوا؟ لا عدنا معك ما عندك عدنا. بس بشكل عام اقاربك غيرهم ايوه يدرسون
ملحقا بالتعليم؟ ايوه ملحقين. نعمان؟ كلهم نفس الوضع؟ ما اضطريتهم انه يخرجوا؟ لا يدرسوا وين؟ مدارس حكوميه؟ مدارس حكوميه اكيد. يعني عادي؟ بس مش عادي. انا مره بنتي كانت دائما تشتكي انه دائما الاستاذه تطرحها في اخر الفصل بدون كرسي، وانا كنت عضو مجلس محلي في مديريه صاله. قلت ما قلت لها، رحت انا من نفسي وعملت كبسه على الفصل، وانا عضو المجلس المحلي، كنت عضو اللجنه في التعليم في المديريه، ورحت عملت كبسه على المدرسه بس اتاكد من حقيقه ما قال ما ادعته بنتي، فقلتها في اخر الصف وقالتها في الارض. وعندما اجيت هنا قلت للاستاذه، وبعد لما احد المدرسات قلت له الاستاذ نعمان عضو المجلس المحلي، ايش في معك استاذ؟ قلت له معي بنتي ساره. يا ساره تعالي. ويلا وراحت جابت الكرسي وخليتها تجلس في، وجبت لها كرسي. لما شعرت انه ابوها عضو مجلس محلي في المديريه، فهمت القصه؟ يعني كم من القضايا. انا اضرب لك مثال في حادثه بسيطه، يعني في مدرستنا في احد المدارس القريبه منا في مجمع العصر. انت داري ان درس مجموعه من الطلاب يطردوا لانه قال لك مش معطرين، روحوا عطروهم. يعني تخيل انه يعني والله العظيم عمرنا كلنا والله العظيم الحسن ما عرف العطر الا الا بالجامعه المدري. والله العظيم والله العظيم شوف على قصه يعني انه طردوا اكثر من 25 طرف، قال لك روحوا نظفوهم. نحتاج الى روحوا عطروهم. يعني في شغل استاذ، احنا بحاجه الى هو في مشكله بالنسبه لموضوع النظافه. كلنا يعترف انه بسبب انعدام الماء، وهذلك السؤال استاذه، بالنسبه لانعدام الماء قد يكونوا مش نظيفين او ما يقدروا ينظفوا انفسهم. ومن حقي انا كطالب، اني انا كطالب مش من المهمشين، انه اللي يكون جنبي يكون طالب نظيف وريحته نظيفه، بالتالي على من تقع المسؤوليه الان؟ والله ليش تقولوا على الطالب انه يميز وانه عنصري، على الطالب الذي يشتي يختار له صديق نظيف ومهندم؟ ليش؟ هنا انا قلت لك تجربتي كمديره مدرسه سابقه، قلت لك اخذنا البنات وتمام، وقبل دخولهم المدرسه بطبيعه الحال ملابس نظيفه في فاعل الخير ونظيفات، لانه الماء ياخذوا ماء وينظفوا نفوسهم، وتقبلوهم تمام قليل وشويه خادم لانه الثقافه يعني خلاص. حتى بعد النظافه ايش اقول لك؟ في اللون الاسود جريمه، اقول لك هذه بنت خادم، لانهم معروفين فين عايشين، في الخيام، في السائل يطلعوا، يعني النظره دونيه، لانهم اذا هنا مشكله السكن. والله المشكله كلها تقوم على السكن، وانا انتبهت لك بعد 5 سنين نعملها لك، يعني 5 سنين تشوف الطلاب اللي عندنا كلهم ناجحين وجايبين اكثر من الطالب هذا. نعم سكن. اذا في سكن المشكله هنا. نعم في سكن يكون عندك ماء تمام، المراه وجمعيات تقوم تمام على تعليمهن الطباخه والنظافه وتحديد النسل. يعني وصل الان عندي شباب يصلوا بصفوف الاولى. هذه مشكله. نعم. لانه هي هذه يعني، لانه كثير صحيح نعمان انه يقول لك حتى الصلاه، طبعا كل واحد له دينه، لكن بعضهم يقول لك مش نظيف ولا يصلي، مش مشاركين في المجتمع. هذه مش مشاركين في المجتمع. احنا ماسكين الان فئه جبله وغنشتغلوا عليها من جمعيه بلال بالرباح، ونخرج لكم نموذج. لكن نوجه رسالتي لوزير الاوقاف، للمسؤول في السلطه المحليه، لوزيره حقوق الانسان، يسعفون بقطعه ارض ل 120 المتضررين الآن، وبعدين ل 300 أسرة بداخل محافظة إب، كلهم بحاجة إلى سكن، وفاعل الخير للبناء موجودين. طيب يا حسن، يا حسن، إذا ما حاولنا نلملم الموضوع في النهاية، الآن في وعي ربما من المجتمع على الأقل أحسن من ذي قبل ولو نسبيا. في وعي، في وعي حتى من قبل المهمشين ولو نسبيا نوعا ما. بالتالي ما المفترض أن يعمل مع الجيل الجديد الأطفال، ابتداء من التعليم، اشراكهم في المجتمع الى غيره؟ ايش مفترض يعمل؟ هو شوف، اول حاجه انا عشان ما يزعلش نعمان مني، انا ما قلت هم السبب، لانه هم لازم يكون في عندهم حافز وطموح وحلم ويسعوا له. المساله التعليم طبعا، والشيء الاهم انه المجتمع اليمني اغلبه يحتاج لانسنه، لعامل انساني يتعامل مع هؤلاء، ان هؤلاء ابناء مجتمعه، ابناء وطنه، ويتعامل معهم مثل ما يتعامل مع ابناء قبيلته او ابناء محافظه اخرى. هذه الثقافة لازم تغلب. أنا أختلف معها أنه مسألة السكن، لو المهمشين هؤلاء يسكنوا في فيلا، عرفت، ستظل النظرة موجودة، ستظل الفاصل لهذا. هم والمجتمع بالذات، المجتمع اليمني لازم، والمسؤول يعني، تخيل أن محافظ فين محافظ مشكلة المهمشين؟ يعني لو ما احترامي للمحافظ، لو في أنسنة في أنه هو أول من